عارض سعد سمير الى فيوتشر لمده موسمين. وافقت اداره النادي الاهلي على اعاره سعد سمير لاعب الفريق الاول لكره القدم الى نادي فيوتشر لمده موسمين. الحقيقه ما يحدث داخل النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، الكابتن خطيب كان مقدرا لكل سنه وكل دقيقه وكل ساعه لعب فيها سعد سمير للنادي الاهلي، وبالتالي وافق مجلس إدارة النادي الأهلي ووافقت إدارة الكرة على إعارة سعد سمير للنادي فيوتشر خلال أو لمدة سنتين خلال الفترة القادمة. سعد سمير الحقيقة كان له دور كبير زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت داخل النادي الأهلي، خصوصا داخل الملعب وأيضا خارج الملعب. خلونا نشوف أو نروح نشوف كيف ودع فريق النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، كيف ودعوا كابتن سعد سمير، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. طبعا دي حاجة كانت بنأكد عليها معاني كتير قوي، كان كنت اتمنى كمان يبقى كريم موجود ومروان موجود، احنا كنا عاملين حسابهم بالتاكيد، لكن يمكن عندهم حاجه خلتهم ما جاتش، لكن كنت اتمنى ان يبقى مروان موجود معانا هنا، واحد من الناس اللي انا بحترمها جدا على المستوى الشخصي، انا مش انا بس ومصر موسوماني والمجموعه ككل يعني. كريم كمان واحد من الناس اللي طالعه من ولادنا يعني قبلينا واللي هيجي بعدينا، لازم نرسخ شويه حاجات كده. سعد مش عارف اقول لك ايه غير ان انت واحد من الناس اللي احنا عشنا معاها ايام كتير قوي كلها ايجابيات الحقيقه، واحد من الناس اللي بتحب النادي بشكل كويس قوي. كل اللي احنا بنعمله ده هي عادات بنرسخها يعني ممكن يبقى فيه حاجات بتنتهي بسرعه، لكن الحاجات اللي بتبقى هي الاهم، هي اللي بتستمر يعني، نوعيه اللعيب ومعدنه واصله يعني. اتمنى لك التوفيق يعني ان شاء الرحمن باذن الله على لقاء قريب باذن الله تعالى. ريسيفينج ليدر في اي حته تروح هيستقبله قائد، ا جود بلاير لعيب كويس، اند موست امبورتنتلي واهم شيء ا جود بيرسون شخصيه كويسه. سو ويش يو اول ذا بيست. اللعيبه كلها مستنياك ترجع تاني، ده في الاول وفي الاخر ده بيتك، واللي اللعيبه كلها اللي قعدت في النادي ده وعاشت في النادي ده، نادي مع الكابتن وليد ومع الناس اللي موجوده كلها اللعيبه الكبار، عشان كده بقوله بالتوفيق وان شاء الله احنا مستنيينك. سعد من ساعه ما انا جيت النادي هو يعني جزء كبير جدا من تاريخ النادي والفتره اللي انا قضيتها، وراجل على المستوى الشخصي والانساني حد جدع وحد كويس ودايما ساعد ناس كتير جدا. اتمنى له التوفيق، هو شخصيه جميله ويستاهل كل خير، وان شاء الله ربنا يكتب له الخير، وان شاء الله اشوفك على خير يا سعد باذن الله. انا طلعت النادي ده وانا عيل صغير، طلعت الفريق الاول موسم 2009 وبقيت واحد من كبت الفرقة. يا سنة الحياة سعد، معلش سامحوني بس انا طبعا بشكركم وبشكر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي وقف جنبي كتير جدا الحمد لله يعني. انا من الناس اللي حاسس ان النادي الاهلي او فعلا النادي الاهلي احنا راح مكتبنا من خيره. الواحد تعرف عن طريق النادي وعمل اسم عن طريق النادي، 13 سنه كانوا بالنسبه لي يعني نص عمري تقريبا كان هنا. بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان انا جزء من النادي ده، وربنا يعلم ان انا اجتهدت واخلصت لحد اخر يوم، ما قصرتش في حق النادي ده خالص. بشكر الكابتن الخطيب الفترة اللي فاتت كان معايا، والراجل بصراحة يعني منا في الإصابة كان واقف معايا معنويا ونفسيا، بعد كده كان على طول جنبي بتعمل قاب، حتى وأنا بستأذنه علشان أخرج للعارة كان
قال لي اللي انت عايزه، احنا انت بالنسبه لنا ابن النادي وانت بالنسبه لنا من اولاد النادي اللي احنا بنتشرف بيهم، اللي انت عايزه احنا معاك فيه. اتكلم معايا في حاجات كتير، اتكلم معايا ان هو مقدر اجتهادي واخلاصي، فده كان كلام كبير بالنسبه لي، فبشكره طبعا. بشكر كابتن سيد، انا بقالي دلوقتي مع كابتن سيد حوالي 13 سنه، قبل ما كابتن سيد يبقى مدير كوره هو منسق، ولحد ما مدير كوره، فوقت كبير بالنسبه لي، فبشكره على الوقت ده كله وعلى السنين اللي قضيناها مع بعض. كان فيها انتصارات، كان فيها اوقات حلوه اوقات وحشه، وانبسطنا وزعلنا، لكن في الاول وفي الاخر اللي بقى بالنسبه لنا الاخوه والمحبه. بشكر كل اللعيبه اللي انا اتعاملت معاها من اول ما طلعت لحد النهارده. كنت محظوظ ان انا عاشرت جيل كبير، لعيبه كبيره اثرت فيا واثرت في حياتي. ما كنتش بصدق لما بركات بيقول لي او متعب او النجوم دي كلها ان انا هبقى حاجه في النادي الاهلي، فبشكرهم وبقول لهم الحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا اقدم ولو حاجه بسيطه في تاريخ النادي الكبير ده. وبشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم والمسانده في الاوقات الوحشه والاوقات الحلوه، وبقول يعني حاولت اعمل اللي انا اقدر عليه، وبعتذر لو في اي تقصير مني او في اي حاجه كانت كويسه مني، لكن ربنا يعلم ان انا كان النادي ده دايما في قلبي وفي عقلي. فالحمد لله، بتمنى التوفيق الفتره الجايه للفرقه كلها، بتمنى التوفيق الفتره الجايه للجهاز الفني ان احنا نكمل في البطولات اللي احنا بنحصدها، ونكمل النادي الاهلي يفضل واقف على رجله، والنادي الاهلي دايما يفضل رقم واحد، وانا يعني دايما هبقى موجود في النادي ومتواجد في النادي، لان النادي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. بشكر كل زمايلي اللي انا اتعاملت معاهم، بشكركم كلكم، وبعتذر لو ضايقت حد او قصرت في حق حد او اي حاجه. تستاهلوا كل خير، والمجموعه اللي موجوده دي فعلا احسن مجموعه موجوده في افريقيا ان شاء الله. يعني النادي ده يا جماعه فعلا يستاهل ان احنا نتعب علشانه ونشقى علشانه وان احنا نجتهد ونعمل كل حاجه علشانه. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي تفضلوا مكملين في الانجازات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. وبشكر الشناوي كان الفتره اللي فاتت يعني كانت صعبه وكلمنا كتير، لكن يعني الحمد لله الخير في مختار الله. وبشكر كل زمايلي القدام، يعني وليد سليمان رفيق الكفاح 12 سنه دلوقتي مع بعض، فبشكره بقول له افتقدك يا وليد، ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى كلها خير. ورامي وايمن المجموعه القديمه هاني، فبشكركم كلكم، وبتمنى ان شاء الله الفتره الجايه التوفيق. وبعتذر لو انا كنت بس غصبا عني، الموضوع بالنسبه لي صعب شويه، فان شاء الله الفتره الجايه كلها تبقى خير لينا كلنا ان شاء الله. وبقول للشناوي خلي بالك من طاهر وربنا يكرمنا ان شاء الله باللي جاي رجاله، ويفضل النادي الاهلي رقم واحد. الف شكر رجاله. كلمه اخيره قبل ما نقطع التورته، برضو كنت اتمنى ان يكون مروان موجود معانا هنا مع كريم كده، لكن برضو زي ما قلت يعني ممكن تكون في حاجه غصب عنهم يعني، لكن ده كان معمول للثلاثه سعد ومروان وكريم. هنقطع التورته بقى ونطلع على الاحتفاليه.